يقول أمتلك سيارة وتسبب شخص في إتلافها في حادث سير، هل يجوز لي أن أطالبه بحقها أم لا؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون الشخص الذي تسبب في إتلاف السيارة هو صاحب السيارة التي كان يقودها أم لشركة عامة؟ عليك أن تطالب بالتعويض عن التلف الذي حصل في سيارتك، تطالب المخطئ من السائق أو المقابل له، وهذا حسب تقرير المرور. إذا قرر المرور أن المخطئ هو الذي في سيارتك فهو اللي تحمل إلا إن سمحت عنه، وإن قرر المرور أن الخطأ على المقابل الذي يضمن هو المقابل. نعم. ما هو علاج من أصيب بمس من الجان؟ علاجه بالقرآن، تلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله حتى يذهب عنه ما يجد بإذن الله. نعم.